لها إلا محب زايد أساسها واليوثن وراها داروا على الدانات سبع أبد إلا دار زايد لا تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا محب احنا شعوب لها نفدى تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب احنا شعوب لها نفدى تراها نبذل الغالي لها دوم ونهب الا دار زايد داري لا تقرب منازلها. حياكم الله مشاهدينا الكرام أوفياء لآلئ الاتحاد، كما عودناكم دوما على استضافات ناجحة ومميزة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم نحن متواجدون بإمارة أبو ظبي. ضيفي لليوم الأستاذ محمد مصطفى صاحب مؤسسة تطوير لخدمات رجال الأعمال والطباعة. أهلا سيد الكريم. أهلا بحضرتك، وحابب في البداية أن أنا أشكركم على الاستضافة الجميلة ديت. أستاذ محمد، لو بتعرفنا على شخصك الكريم لجميع متابعينا. أنا اسمي حضرتك محمد مصطفى، أنا من دولة مصر، وصلحي الحين موجود في الإمارات من حوالي 15 سنة. فجينا زي أي شباب بيبحث عن فرصة عمل داخل الدولة، والحمد لله يعني المرحلة في بدايتها بتكون صعبة كأي شاب لا يبدأ يتأقلم على المكان والدولة ويتأقلم على القوانين ويعترف بالنسبة لظروف الاستثمار في الدولة. فالحمد لله احنا اول ما بدأنا من 15 سنة بدأنا بأعمال صغيرة لا نقدر نفهم وناخد خطوة للأمام بخصوص الاستثمار والتطور في اللي بيدور الحين في الدولة. والحمد لله احنا يعني بدأنا مراحل متنقلة في خلال عملنا، يعني بدأنا الأول بالعلاقات العامة من خلال مجموعة شركات مقاولات في الدولة ما بين إمارة رأس الخيمة لإمارة دبي لإمارة الشارقة، وبعدين اكتسبنا خبرة في المجال العلاقات العامة وفي خدمات المتابعة في المعاملات وتخليص المعاملات وخدمات رجال الأعمال. فالحمد لله لما جينا نبدأ بزنس خاص بدأنا وإحنا على خبرة في المجال. فالحمد لله إحنا بدأنا من خلال إمارة أبو ظبي، لأن الحمد لله برضو الإمارة بتوفر تسهيلات من خلال أي واحد بيبدأ استثمار، شو كانت جنسيته، شو كانت ثقافته، ما بتميزش بأي جنسية أو أي ثقافة ولا بأي شيء. طول ما أي البني آدم بيتبع اللوائح والقوانين في الدولة عنده فرصة مؤهلة أنه هو يكون مستثمر ناجح. في تسهيلات كثيرة الحين الدولة بتصدر رخص تجارية معفية من الرسوم لمدة سنتين، فده أكيد يعني حافز مشجع لأي واحد يبدأ استثمار. بس في نفس الوقت لازم يكون عنده الدراية والخبرة في الاستثمار اللي هو هيبدأ ينشأه عشان ما يحصل معاه تروب في البداية ويأس ويبدأ بالتالي يقف عند أول محطة تقابله في حياته. فبالتالي لازم البني آدم لما يبدأ استثمار لازم يكون عنده خلفية في البيزنس اللي هيديره، ثقافة، عنده حد بيدعمه، عنده حد بيشيره في الاستثمار. فإذا بدأ من هذه النقطة بيكون استثماره والبيزنس ناجح معاه من خلال إطار الالتزام بالقوانين واللوائح اللي بتوفرها الدولة. وكل شيء بيكون في البداية ما واضح من خلال
الجهات المعنية للدولة في دولة الإمارات العربية. هنا تحدث سيد الكريم عن الدعم والتسهيلات والإجراءات الميسرة اللي متواجدة طبعا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخصوصا نحن اليوم هنا في إمارة أبوظبي. هذا المجال شأنه كشأن عديد من المجالات هنا داخل الدولة فيه منافسة كبيرة، بما أنه القطاع وقطاع الاستثمار خصب لبناء المؤسسات والشركات. نعم. مكتب تطوير لخدمات رجال الأعمال والطباعة، كيف استطعتم سيد الكريم من خلال هذه الخبرة العملية لبعث هوية خاصة بهذا المكتب لجعله متميزا ويمكنه منافسة مكاتب أخرى؟ في عنصرين أساسيين في الموضوع، أول عنصر الثقة، والعنصر الثاني الخبرة. إذا العميل وجد أنه هو ما بين شخص عنده خبرة باللوائح والقوانين والأمور الخاصة بأن هو يسلمه أموره في أن هو يدير له شركته أو يدير له النظام الخاص بأمور موظفينه، ده بيبني علاقات، وبناء عن كده الزبون الكستمر لما بيلاقي أن في متابعة جيدة من مكتبنا، في تواصل بآخر تحديثات بتنزل من الدولة، بآخر قرارات بتنزل من الدولة، بيبني ثقة بيننا وبين العميل. والعميل طالما هو بيثق، العميل عنده أقارب، عنده كستمر خاص بيه، فبينصحهم في إن هم يتعاملوا معنا، فبناء عن دوت بتكبر إحنا كعملاء بين الثقة اللي إحنا بنبنيها مع العميل في مجال شغلنا. هذا المجال مثل ما ذكرت حضرتك أيضا يعنى برجال الأعمال والطباعة، أكثر تفاصيل عن الخدمات يلي بيوفرها مكتب تطوير لجميع متابعينا. إحنا بيجينا المستثمر، بيكون المستثمر الصغير أو الكبير بيكون حابب يفتح بيزنس خاص، ممكن يكون البيزنس هيدا كبداية معه لسه بيزنس بادئ فيه، او بيكون واحد اوريدي فاتح اكتر من بيزنس وحابب ينوع الانشطة بتاعت مجال عمله. ففي الحالتين احنا بننصحه من خلال خبرتنا ان البيزنس اللي هو هيعود عليه بعائد واللي هو هيوفر عليه مبالغ ان هو يقدر يربح من خلاله، وفي نفس الوقت ان هو يكون مستمر في هذا المجال. فاول شيء احنا بالنسبه لخدماتنا الرخص اللي هي التجاريه اللي الحين الدوله اصدرتها كرخصه فوريه او رخصه تاجر ابو ظبي او رخصه بدون كفيل اللي الحين صدرتها الدوله. بعدها بننتقل لموضوع الرخصه في موضوع العماله اللي يستخدم عماله ان هو يقدر يبدا البيزنس حقه، انه احنا بنوفر له الاقامات والتاشيرات والمسائل القانونيه اللي خاصه بالعماله، وبنعمل له فايل خاص بيه بخصوص تواريخ الجوازات، تواريخ الاقامات، تاريخ الانتهاء، لا ما يجي العميل يقع في أي مخالفة أو شيء ما يكون هو على علم به يورطه في أي شيء يكون فيه غرامات أو أي حدا من شيء القبيل. وعندنا خدمات تانية للأسر، بنوفر الإقامات والأسر والتأشيرات والهويات كطباعة وكهذه الأمور. وفي عنا تانية خدمات اللي هي المرورية، من حيث اللي هي تسجيل السيارات، دفع المخالفات المرورية، الحذف، نقل المخالفات، كل هذه الأمور احنا الحمد لله بنوفرها في مكتبنا. يمكن اعتبار المكتب تبع حضرتكم هو همزة وصل بين الدوائر الحكومية والإدارات والشخص. هنا نتحدث عن تسهيل كل هذه المعاملات، لأن شخص لما يتعاقد معكم ما يكون في باله يعني هذه الإجراءات، تسهلون كل هذه الإجراءات تقريبا. فبناء الثقة أيضا مع المتعامل، كيف سعيتم إلى هذه النقطة؟ نعم، احنا من خلال خبرتنا في المجال الحمد لله بنقدر ان احنا نسهل هيدا ما بين
ما بيننا وبين الدوائر الحكومية زي ما حضرتك قلتي، في ان احنا بنقدم المعاملة اونلاين. كل ما تكون المعاملة متقدمة بشكل صحيح ومستوفية الشروط بتاعة الجهة الحكومية، هذا بيسهل في إصدار الموافقة وبيسهل على العميل ان هو يكمل باقي إجراءاته اللي هي متبعة في خلال المجال اللي هو بيعمل فيه. تمام. سيد الكريم، عمر هنا داخل الدولة حضرتك، فلما بدأت الخطوات الأولى أكيد كان في عندك طموح كبير واستراتيجية كبيرة للعمل. حاليا نتحدث على ما بعد هذه الفترة، ما هي مخططاتك المستقبلية؟ إن احنا إن شاء الله بس نمر بهذه الأزمة اللي هي بتاعت الفيروس الكورونا، ان احنا ان شاء الله ننشئ فروع تانية في امارات اخرى زي امارة دبي او امارات راس الخيمة، لان في برضو في هاي الامارات الاخرى في بيزنس جاذب للاستثمار يشجعنا ان احنا نفتح اكتر من فرع للمكان يعني. اكيد نتمنى لك كل النجاح والتوفيق. الله يخليكي. والحمد لله يعني احنا عايشين في دولة هي جاذبة للاستثمار وجذبة لدعم الشباب، وأنا بنصح أي شاب إنه هو يكافح ويحط دايما قدامه هدف. الإنسان لو قام كل يوم وحط قدامه هدف إنه هو عايز يوصله بالكفاح والسعي حيوصله. فدي أنا نصيحتي الخاصة. والحمد لله الدولة زي ما أنا قلت بتوفر جميع الإمكانيات لأي شاب أو أي جنسية أو أي ثقافة إن هي تقدر ان هي تستثمر ويكون لها هدف في المجتمع. والحمد لله ان احنا موجودين في دولة زي دولة الامارات. واضح من كلام حضرتك انه هذه الدولة تمثل شيء كبير بالنسبة لحضرتك ولها معزة في قلبك. فبعض الكلمات الى قادة وشيوخ دولة الامارات العربية المتحدة من حضرتك استاذ محمد. طبعا انا بشكر شيوخ دولة الامارات العربية المتحدة على اهتمامهم فينا كمواطن وكمقيم. واحنا في خلال الفتره اللي عشناها 15 سنه في دوله الامارات يعني ما حسينا باي فرق ما بين كمواطن او وافد او اي جنسيه من بعضها. احنا كلنا عايشين على دوله الامارات العربيه المتحده الحمد لله، كلنا كشخص واحد على قلب واحد. فده شيء نعمه من عند ربنا سبحان الله، ونشكر عليه جميع شيوخ الامارات ان دايما نفضل في هذا النهج. والحمد لله على كل شيء ان احنا بنشكرهم طبعا، وان وفروا لنا كل هذا الدعم والامان والاستثمار، وهذا شيء يحمد عليه في حياتنا يعني. أستاذ محمد مصطفى صاحب مؤسسة تطوير لخدمات رجال الأعمال والطباعة من إمارة أبوظبي، طبعا نشكر حضرتك على تواجدك معنا اليوم في الأهلي. أنا بشكر لحضرتك، وكنت حابب أن أنا أدخل مدير المكتب برضو يدي لحضرتك على جميع الأجراءات اللي احنا بنوفرها للمستثمرين ويشرح لك شرح تفصيلي عن الموضوع. أكيد. شكرا لحضرتك. شكرا. الآن حاضر معنا من مؤسسة تطوير لخدمات رجال الأعمال والطباعة المديرة الأستاذ مصطفى. أهلا بحضرتك، برحب فيك معنا. بداية لو بتعرفنا عن أكثر تفاصيل بخصوص الخدمات الموفرة من مكتب تطوير لخدمات رجال الأعمال والطباعة لجميع متابعينا. إحنا كمكتب تطوير لخدمات رجال الأعمال نتميز بتيسير السبل لفتح إنشاء بيزنس خاص بخدمات رجال الأعمال عامة. من أول شيء إصدار الرخص التجارية أيا كانت نوعها، سواء رخصة تجارية أو رخصة فورية أو رخصة تاجر أو رخصة اقتصادية. تمام. بنوفر خدمات متابعة المعاملات من الألف إلى الياء، من إصدار الموافقة الأمنية حتى إصدار الرخصة التجارية، وعمل إقامات للعمال لمتابعة أعمال المؤسسة. هنا نتحدث عن الفئة المستهدفة لمكتبكم، يعني من الأكثر الأشخاص إقبالا يمكن لأصحاب المؤسسات الشركات الأفراد، فنريد الاطلاع أكثر تفاصيل عن هذه المسألة. إحنا ما بنقتصرش على فئة معينة. إحنا كمكتب خدمات رجال أعمال ما بنقتصرش على رجال الأعمال اللي هم أصحاب المؤسسات أو شيء. إحنا مكتبنا مفتوح لجميع الفئات أيا كان، الفرد الذي يكفل أولاده أو أسرته
أو المواطن الذي يوجد لديه فئة من الخدم. نتميز بتوفير المعاملات الخاصة بالفئة المساعدة للمواطنين أو غير المواطنين بعد. نتحدث الآن أكثر تفاصيل عن مسألة الرسوم، لنطلع مشاهدينا إلى أي مدى تكون رسومكم في المستوى المناسب للعميل، كيف تتعاملون مع هذه المسألة؟ بالنسبة للرسوم، احنا زينا زي أي مؤسسة بتقدم نفس الخدمة، ما بنختلفش عنها في شيء، بل بالعكس احنا بندي تخفيضات لمراعاة للظروف اللي بتمر بيها الأشخاص أو المؤسسات أو غيره. فبالتالي احنا برضو بنساعد الناس ان هم برضو ينجزوا معاملاتهم في وقت قليل. احيانا بنقدم تسهيلات لبعض الشركات الذين لديهم عقود معنا بانجاز معاملاتهم، فبالتالي بننجز لهم معاملاتهم قصاد ان هم مثلا يدونا شيك سيكيورتي ديبوزيت لحين ما تجيلهم دفعه. تمام، واضح. شكرا أستاذ مصطفى، مدير مكتب تطوير لخدمات رجال العمل والطباعة، نتمنى لكم طبعا كل النجاح والتوفيق. الله يخليك، شكرا لك. هنا من إمارة أبو ظبي كان لقاؤنا مع مؤسسة تطوير لخدمات رجال الأعمال والطباعة، شأن وشأن كثير من المشاريع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الناجحة. ملتقانا الأسبوع القادم، دمتم في رعاية الله وحفظه.